الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان وعلمه بالقلم ما لم يكن يعلم. الحمد لله القائل في كتابه الحكيم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وهو القائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. والصلاة والسلام على معلم على خير معلم عرفته البشرية، أسوتنا وقدوتنا في هذه الدنيا، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، سعادة أعضاء مجلس الجامعة، زملائي أعضاء هيئة التدريس، أبناء الطلاب، حفلنا الكريم، أحييكم بتحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني نيابة عني وعن زملائي منسوبي كلية الهندسة وأعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية أن نرحب بجميع ضيوفنا الكرام من داخل وخارج المملكة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، التطبيقات والتحديات، الذي جاء من منطلق ورؤية ورسالة الجامعة، واستشعارا من منسوبيها لأهمية عقد المؤتمر تماشيا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط وخلق الوعي بأهمية الطاقة الشمسية كمصدر وفير للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، حيث يغطي المؤتمر الوضع الحالي والتطورات في تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، ويركز المؤتمر على استخدام هندسة الطاقة الشمسية في التطبيقات المختلفة داخل الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في المملكة العربية السعودية. وتحقيقا لما ذكر، فقد وافق مقام وزارة التعليم على عقد المؤتمر وأصدر معالي رئيس الجامعة قرارا بتشكيل اللجنة العلمية بنخبة من أعضاء هيئة التدريس في مجال الطاقة الشمسية بكلية الهندسة، وعقدت اللجنة بنخبة ما يزيد عن 21 اجتماعا، حيث تم استقبال عدد 198 بحثا من 16 دولة مختلفة، وقبول عدد 120 ملخص ورفض 78 ملخص كمرحلة أولى للتقييم. وبالمرحلة الثانية من التقييم، وهي تقييم الأوراق كاملة، تم قبول 72 بحثا، وكانت التحضيرات على قدم وساق لعقد المؤتمر حضوريا بالفترة من 1 إلى 2 أبريل 2020، وبسبب ظروف الجائحة التي قدرها الله فقد تم تأجيل المؤتمر، ولكن الجامعة لم تقف دون دورها كمنارة للعلم وتحقيقا لرؤيتها وتحقيقا لرسالتها في خدمة الباحثين والأكاديميين والمجتمع، فقد عزمت أن يعقد المؤتمر بتاريخ 9 إلى 10 ديسمبر 2020 افتراضيا، تحقيقا للاحترازات والإجراءات الوقائية. وكعادتها جامعة القصيم في التميز في حضورها، فقد أنشأت موقعا افتراضيا يحاكي جامعة القصيم ومبانيها ليمكن الأكاديميين والباحثين والمجتمع من الحضور والمشاركات في فعاليات المؤتمر كما هو على أرض الواقع. وخلال اليومين القادمين سيعرض 36 بحثا علميا بمجمل 10 جلسات علمية، سيعرض خلالها المشاركين والباحثين آخر ما توصل له العلم في مجال الطاقة الشمسية وفق محاور المؤتمر السبعة، وسيتخللها جلسات رئيسية لستة متحدثين رئيسيين متميزين في تخصص الطاقة الشمسية من داخل وخارج المملكة. ويصاحب المؤتمر معرضا افتراضي سيعرض 16 باحثا نتائج أبحاثهم بالمعرض، ومعرض عن جامعة القصيم وكلية الهندسة وإمكاناتها في الطاقة المتجددة. وبالنهاية باسمي وباسم منسوبي
جامعة القصيم، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على رعايته وافتتاحه للمؤتمر، وللراعي والشريك الاستراتيجي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. كما نتقدم بجزيل الشكر لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود وجميع منسوب الجامعة وشركاء النجاح من شركات وقطاعات حكومية لدعمهم وتسخير كل الإمكانات وتذليل كل العقبات لهذا المؤتمر الدولي النوعي، والذي لم يكن للجامعة أن تقوم بهذا الدور إلا في ظل الدعم التي توليه حكومتنا الرشيدة لمثل هذه التوجهات الاستراتيجية الهامة، والذي نتمنى إن شاء الله أن تسهم توصيات المؤتمر في دفع عجلة صناعة وتطبيقات الطاقة الشمسية بوطننا الحبيب، مما يساعد في تحقيق اقتصاد متنوع لوطن طموح، والتي تعد من ركائز رؤية مملكتنا الغالية، والتي من خلالها نظل في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.